كرات الدجاج بالليمون تكفي 6 أشخاص. المقادير: للدجاج 600 جرام دجاج مفروم ناعم، نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض، نصف ملعقة صغيرة بابريكا حلوة، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم، نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، رشة جوزة الطيب، ملعقة صغيرة برش الليمون، ملح حسب الرغبة. للصلصة ملعقتا طعام زبدة، ملعقتا طعام طحين، 100 جرام فطر معلب ومقطع، عصير ليمونتين، 625 ميلي أو كوبين ونصف الكوب مرق اللحم، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة عصفور، حبتان بطاطا متوسطتان الحجم مقشرتان ومقطعتان إلى مكعبات، 500 ميلي أو كوبان من الزيت النباتي، ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: في وعاء كبير نضع الدجاج المفروم الناعم، نضيف الفلفل الأبيض والبابريكا والزنجبيل والكزبرة وجوز الطيب وبرش الليمون والملح، نقوم بفرك الدجاج الناعم بواسطة اليد حتى تتجانس تماما مع المكونات. في صينية شوي ندهن ملعقة زيت نباتي بواسطة قليل من الماء، نقوم بتدوير كرات الدجاج بمقدار ملعقتا طعام لكل كرة. نضع الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة. نقلي البطاطا في الزيت النباتي حتى تحصل على لون ذهبي. للصلصة في طنجرة نذوب ملعقتا طعام زبدة، نضيف ملعقتا طعام طحين ونحركها على نار منخفضة مدة دقيقة. نضيف مرق الدجاج مع التحريك المستمر بشكل سريع حتى يغلي. نضيف بودرة الثوم والعصفر والملح. نضيف عصير الليمونتين مع التحريك. نضيف شرائح الفطر المقطع. نضع كرات الدجاج في الصلصة ونقوم بغليها مع التحريك من حين لآخر مدة 10 دقائق. نضيف البطاطا المقلية مع التحريك من حين لآخر مدة 5 دقائق أخرى.